استقبل معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط المهندس عبد الحكيم القوحي رئيس اللجنة الاستشارية العليا واللجنة التنظيمية لمؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الخامس للصيانة والاعتمادية الذي سوف تستضيفه مملكة البحرين في نوفمبر المقبل تحت شعار حلول مبتكرة في الصيانة والاعتمادية وإدارة الأصول. وقد أشاد معالي الوزير بالجهود المخلصة التي بذلت وساهمت في تحقيق النجاح المميز للمؤتمرات والفعاليات التي تنظمها إدارة الجمعية الخليجية للصيانة والاعتمادية. وقد أكد معاليه ترحيب مملكة البحرين بعقد مثل هذه الفعاليات العالمية في المملكة والتي تشهد حضورا ومشاركة متميزة، منوها بأن الهيئة الوطنية للنفط والغاز سوف لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق النتائج الإيجابية للفعاليات العالمية التي تعزز من مكانة البحرين كمركز إقليمي مهم لعقد الفعاليات العالمية المتخصصة.